بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل من الأصل الرابع. قال رحمه الله: الأصل الرابع أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز، أي يختص بالكون في الحيز، خلافا للنصارى. خلافا للنصارى، لأنهم قالوا بحلول الأقانيم إلى آخر. وقوله يتحيز وصف كاشف لا مخصص. نعم، يعني وصف كاشف، أو نقول صفة كاشفة، يعني ليس قيدا احترازيا هنا، لأن الجوهر أصلا هو ما يتحيز بذاته، صح؟ هكذا عرفنا الجوهر. وصف كاشف لا مخصص، لأن من شأن الجوهر الاختصاص بحيزه. وحيز الجوهر عند المتكلمين، الجوهر أعم من كونه جوهرا فردا أو جسما، والجوهر عند المتكلمين، وحيز الجوهر عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجوهر. والحيز، ما تفسير الحيز عند المتكلمين؟ الحيز أخص من المكان، الجسم يشغل المكان، والجوهر الفردي يشغل المكان، لا يشغل المكان، يشغل الحيز. لا نقول مكان الجوهر الفرد، يعني في الإطلاق هكذا، يعني الحيز أخص من المكان، تمام؟ يعني الجسم يشغل المكان ويشغل الحيز، لكن الجوهر الفرد لا يشغل إلا الحيز في الإطلاق، لأن الحيز البسيط، يعني المكان كأنه حيز مركب يعني. وحيز الجوهر عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم، عفوا، المكان أخص، أنا أخطأت، المكان أخص في الإطلاق، الحيز أعم يعني. نعم، وحيز الجوهر عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجوهر. يعني المتكلمون قالوا بعدمية المكان والحيز، قالوا المكان والحيز، أو الحيز نقول، أمر اعتباري يعتبره الذهن، يعني ينتزعه بعد إدراكه وجود موجود في الخارج، وجود موجود متحيز جسم في الخارج. وإلا المكان ليس عرضا أو جوهرا موجودا، تمام، عند المتكلم، بل هو فراغ متوهم، يعني في الذهن ينشأ مفهوم المكان، ليس له مصداق في الخارج يعني بذاته، تمام، بل له محل الانتزاع في الخارج، تمام، أو مبدأ الانتزاع في الخارج، تمام. المكان هو الفراغ الموهوم، يقال يعني عند المتكلمين تعريف المكان هو الفراغ الموهوم الذي يشغله الجوهر. لكن هذا القيد مهم، الذي يشغله الجوهر، لأنه لا يقال للفراغ الموهوم الذي لا يشغله الجوهر مكانا. مثلا لا مكان وراء العالم، العالم محدود، وراء ما هو وراء العالم؟ لا شيء، يعني لا ملاء ولا خلاء وراء العالم، ولا مكان، تمام، وليس هناك لا مكان أيضا. بعضهم يقول هناك لا مكان، حل في لا مكان مثلا، هذا كلام لا، يعني غير معقول، غير منطقي، غير مفهوم، يعني أقل قدره غير مفهوم إن لم نقول غير معقول يعني، تمام. أو مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرج في المعراج إلى لا مكان، هذا كلام غير مفهوم، يعني إن أحسننا الظن بالقائل، يعني إن لم نحمل على شيء مجازي بعيد، فنقول هذا كلام لا نفهم ماذا تقول، يعني أو نقول متناقض، يعني عرج إلى من الابتداء إلى الانتهاء يعني، فلا بد من لازم مكاني، من منتهى مكاني، فما معنى لا مكان يعني؟ فلا كلام، لا معنى لهذا الكلام يعني، إلا مجازا، بمعنى أنه مكان مختلف جدا 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 في عالم الغيب، يعني لا يشبه لوازم هذا المكان أو ما يحل في هذا المكان الأمكنة التي رأيناها وأدركناها، تمام، يعني هذا يمكن هو القصد، وإلا بالمعنى الحقيقي، لأنهم بعضهم يؤكدون هذا، فتفهم من كلامهم أنهم يقصدون الحقيقة بدون الشعور وفهم يعني، تمام. نعم، طيب، وأنه لم يرد في النصوص مثل هذه العبارات، من مخترعات بعض المتأخرين، يعني في زيادة تبجيل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف هل هذا، يعني هل هذا يفيد التبجيل أو المدح، يعني إلا أنه الغرابة تجذب بشيء من الاحترام والخفاء، يمكن يعني الغرابة، يعني الغرابة الشديدة، البداعة يعني، والله أعلم يعني، سوي إطلاقهم هذه الأشياء، هذه الألفاظ يعني. وإلا أي وإن لا يكن ذلك بأن كان جوهرا
لكان هذا الدليل وإلا لكان إما متحركا في حيزه أو ساكنا. يعني الله تعالى ليس موجودا مكانيا، يعني يحل في مكان أو حيز، يعني ليس جوهرا. بالخلاصة ده هذا الدليل دليل عام من كون الله تعالى حاشا أن يكون جوهرا فردا أو جسما. هذا الدليل لا يختص بالجوهر الفرد، انتبهوا، يعني الدليل لا يختص بالجوهر الفرد، يعني بالقول بالجوهر الفرد، تمام؟ سواء كان الجسم مركبا من الجوهر الفرد أو من الهيولى والصورة، هذا الدليل يشملهما، يعني يثبت حدوث المتحيز هذا الدليل. فالله تعالى منزه عن الحدوث، فلذلك لا يمكن أن يتحيز بحيز، يعني بمكان. لكان وإلا لكان إما متحركا في حيزه أو ساكنا فيه، لأنه لا ينفك عن أحدهما، كما أخذنا بالتفصيل في دليل الحدوث. هذا المعنى، يعني انظر، دليل الحدوث وإثبات العالم له صلة قوية بنفي الجسمية عن الله تعالى ونفي التحيز عن الله تعالى. فمن يقول بالتجسيم من المجسمة فقد يصعب عليهم إثبات حدوث العالم، تمام؟ انتبهوا، نحن شرحنا هذا كثيرا في الاقتصاد في الاعتقاد، يعني استمعوا لهذا الموضع. هناك صلة قوية يعني بين إثبات صانع للعالم وبين القول بعدم التجسيم، يعني فمن يقول بالتجسيم قد يعجز أمام الدهريين والملاحدة في إثبات الصانع للعالم، من يقول بالتجسيم يعني. طيب، وهما أي الحركة والسكون المدلول عليهما بقوله متحركا أو ساكنا حادثان لما عرفته فيما سبق، هذا أخذنا بالتفصيل. فكان لا يخلو عن الحوادث، لو كان الله تعالى متحيزا بحيز بمكان أو جوهرا لكان إما متحركا أو ساكنا وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث والحكم بحدوثه ثابت بما قدمناه. انظروا نفس الدليل، صح؟ نفس الدليل حدوث العالم، نعم، أي بسبب ما قدمناه في الأصل الأول من الدليل. وقد علم من استحالة كونه تعالى جوهرا استحالة لوازم الجوهر عليه من التحيز ولوازمه كالجهة، وسيأتي بيان ذلك في الأصل السابع. قول الشارح لوازم الجوهر عليه من التحيز، هنا من للبيان، لكن جعل التحيز من لوازم الجوهر لا يسلم. التحيز ليس لازما للجوهرية، بل هو معنى صفة نفسي للجوهر، لأننا ما فسرنا الجوهر إلا بما يتحيز بذاته، يعني فجعل التحيز من اللوازم غير مرضي، غير مقبول. لكن الجهة والتمكن والتركب إلى آخر، نعم، يمكن، نعم. ولكن في الاقتصاد الاعتقاد، نعم، يعني يقول الإمام يعني الحيز ليس ذاتيا من الجوهر، ولكن المحل الحيز المعين ليس ذاتيا، كلامنا في مطلق الحيز حاليا، في مطلق التحيز، نعم. وإلا حيز معين طبعا ليس مختصا، ليس ذاتيا من ذاتيات الموجود العيني، وإلا لما أمكن أن يتحيز بحيز آخر. لو كان حيز معين لا ينفك عن الذات، يعني صح، لما تحرك الذات أبدا، لكن مطلق الحيز يعني أحد أحياز، يعني أحد الأماكن، يعني لا على التعيين. هل مثل هذا المعنى ذاتي للجسم؟ نعم، أصلا لا نفهم من الجوهر إلا هذا المعنى. هل وصلنا إلى معنى الجوهر بغير ذاك أصلا؟ لا، فهو معنى ذاتي يعني بالنسبة لإدراكنا للجسم والجوهر، يعني فلذلك هو معنى ذاتي ليس من اللوازم. لأننا قلنا ما يتحيز بذاته هو الجوهر، واللوازم هنا، نعم، لوازم الجوهر، قالوا هنا لوازم التحيز، ما في فرق لوازم التحيز أو لوازم الجوهر، مثل الجهة، كون الشيء في جهة لازم من لوازم التحيز والتمكن. يعني إذا أثبتتم جهة لموجود ما بالضرورة أثبتتم مكانا له. الجهة فرع التمكن، يمكن هكذا تختصرون، الجهة فرع التمكن أو فرع التحيز، لا نقول تمكن، تحيز لأنه أعم أحسن،
لأن الجوهر الفرد على على صحة وقوعه فهو متحيز، تمام؟ فله جهة، نعم، ومتلازمان أيضا. متلازمان، هل متلازمان في كل الموجودات المتحيزة؟ هل يمكن أن نتصور موجودا متحيزا لا يكون له الجهة؟ فكروا في هذا. نعم، يعني كل ذي جهة متحيز، وهل كل متحيز ذو جهة؟ ما رأيك؟ هل تنعكس كلية يعني؟ في الحقيقة من منطقيا لا تنعكس كلية، تنعكس جزئية، لكن هل عندنا دليل خارجي يعني من حيث ما خصوص المادة هل يقتضي الانعكاس الكلي؟ لا، لا ينعكس كليا. هات مثالا يعني لمتحيز غير ذي جهة. العالم، جميل جدا، وليس في جهة. ممتاز، رائع، بارك الله فيك. نعم، العالم متحيز ولكنه ليس في جهة. هل العالم بجهة اليمين أو اليسار أو التحت أو الفوق؟ لا، لأن هذه الجهات اعتبارية وإضافية. هذه الجهات لا تتميز في نفس الأمر إلا باعتبار انتسابها إلى موجود متحيز آخر. فبما أنه لا يوجد وراء العالم موجود آخر، وإلا لكان جزءا من نفس العالم، فوقعنا على عاد الكلام يعني. فبما أن العالم لا يوجد وراء العالم موجود آخر، فلا يتصور جهة للعالم، تمام؟ مع أن العالم متحيز. جميل، نعم. تمام، وسيأتي بيان ذلك في الأصل السابع، في اللوازم، في الجهة، في نفي الجهة. فإن سماه أحد جوهرا ثم قال لا كالجواهر في التحيز ولوازم التحيز. فإن سمى أحد الله تعالى مثلا، الله أن الله تعالى جوهر مثلا، ولكن قال لا أقصد الجوهر بالمعنى الذي يستخدمه المتكلمون أو أهل العلم، قال هو جوهر لا كالجواهر، الله تعالى جوهر لا كالجواهر، حاشا، هكذا أطلق هذا القول. ثم قال لا كالجواهر في التحيز ولوازم التحيز من إثبات الجهة والإحاطة ونحوهما، فإنما خطأه في التسمية، يعني في الإطلاق، في الاستعمال، أي من حيث إطلاق لفظ الجوهر عليه تعالى لا من حيث المعنى، لمثل ما سيأتي في إطلاق الجسم، إذ لم يرد إطلاق لفظ الجوهر عليه تعالى لا لغة ولا شرعا، وفي إطلاقه إيهام نقص، تعالى الله سبحانه عن أن يتطرق إلى سرادقات عظمته شائبة نقص. سرادق هو خيمة تضرب للملوك يعني، نعم، يعني خيمة بارزة بين الخيام، نعم، سرادقها، صحيح شيخ عبد الرحمن يعني تفسير لهذه الكلمة، إلى سرادقات عظمته شائبة نقص. فإن الجوهر يطلق على الجزء الذي لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء مقدارا، نعم، يعني إطلاق الجوهر يخطر بالبال معنى الجوهر الفرد، يعني الجزء الذي لا يتجزأ، فهو طبعا إيهام نقص في حق الله تعالى. لماذا نحن هنا نتكلم عن الإطلاق؟ لأنه هذه مسألة فقهية في الحقيقة، ليست كلامية، لكن قد تلتبس على الطالب، على النظار، أنه يكفر يعني بإطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى، هذا محل كفره يعني تكفيره أو لا، أيضا مسألة فقهية يعني، مسألة فقهية. فالإطلاق يعني إطلاق لفظ يعني إخراج صوت من الفم بإرادته أمر كسبي، يعني فعل من أفعال المكلف، ويتعلق به حكم شرعي، إما أن يكون حراما أو مكروها أو مباحا إلى آخر يعني، وقد يكون علامة على كفر شخص يعني في الدنيا، وقد يكون في الآخرة يعني بحسب جعل الله تعالى هذا الفعل سببا للكفر،
ليس في الدنيا فقط يعني في الآخرة يعني نعم قد يكون نعم يعني هذا لا يمنع لا مانع في العقل أن يجعل الله تعالى إطلاق هذا اللفظ بالإرادة سببا لخلود الشخص في النار أبدا دائما نعم لا يوجد مانع في العقل يحتاج إلى دليل شرعي حتى نعرف مراد الله تعالى في مثل هذا سيأتي أظن شيء من التفصيل يعني في تكفير من أطلق لفظ الجوهر على الله تعالى صح في الشرح يأتي نعم أو الجسم تمام تفصيل طبعا هذا الإطلاق توقيف والاشتقاق يأتي بعد قليل في الأصل الخامس في الأصل الخامس لكن يمكن نقرأ حاشية ابن قطلبة شيئا من حاشيته فيه شيء جيد يقول قوله فإنما خطأه في التسمية يقال عليه لما خطأ الماتن المطلق يعني المستعمل لهذه الكلمة قال يقال عليه فكيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع ألا نطلق هذه نحن ألا نطلق هذه الألفاظ الموجودة والقديمة والواجبة على الله تعالى نحن في مباحثاتنا في عرفنا نعم هل ورد في النصوص إطلاق هذه الأسامي على الله تعالى نعم لكن صفة لملكه يعني نعم لنقول القديم تمام الموجود والواجب لم يرد الموجود والواجب إذن كيف يصح يعني لم يرد في النصوص يقول ابن قطلبة يجيب عن هذا الاعتراض وجوابه أن ذلك بالإجماع نعم وهو من الأدلة الشرعية لما نقول الشرع أذن أو لم يأذن هل نقصد بأنه ورد في الكتاب والسنة؟ لا هذا فهم قاصر الأدلة الشرعية ليست منحصرة في الكتاب والسنة قلت منع ركن الإسلام هذه التسمية مطلقا لا أعرف من هو ركن الإسلام تعرفون الأحناف أكيد فقيه مشهور في عهد ابن قطلبة أو قبل ابن قطلبة يعني يمكن قبله بقليل يعني ركن الإسلام أنتم ابحثوا عن هذا الأحناف يعني عليكم أنتم يعني من هذا ركن الإسلام يعني ها نعم نعم بجوهر لأن الجوهر عند القدماء وإن لم يكن متحيزا لكنه من جملة الممكنات نعم حتى عند ابن سينا هو لا يطلق لفظ الجوهر على الله تعالى لأن الجوهر عنده ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع يعني مثل هذا لا يطلق على الله تعالى ليس اسما ليس معنى يسند إلى واجب الوجود عند ابن سينا أيضا لكن قبل ابن سينا كان كثير من الفلاسفة يطلق لفظ الجوهر على الله تعالى نعم يعني هذا ليس شيئا من مخترعات المتكلمين يعني إسناد إطلاق لفظ الجوهر لله تعالى بل كان الناس يقولون لكنه من جملة الممكنات الجوهر كان عنده ممكن طبعا يعني واجب الوجود وممكن وجود الممكن ينقسم إلى جوهر وعرض يعني وقال في الكفاية إطلاق هذه الأسامي على الله تعالى من غير إرادة في الكفاية وليس صاحب الكفاية صح؟ الله أعلم على الله تعالى من غير إرادة ما وضع له اللفظ خطأ في اللغة والشرع ويوهم معنى التركيب والحدوث فلا يجوز استعماله أصلا يعني اتفق الفقهاء يعني على حرمة إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى هذا لا غبار عليه يعني لكن هل يكفر صاحبه أو لا هذا شيء آخر سيأتي يعني الجسم لفظ الجوهر ولفظ الجسم لازم أن يدرس كل لفظ لوحده يعني معنى التكفير يعني مع أنه قد يقال أن الجوهر في اللغة في العرف يطلق على أصل الشيء فيقال لله تعالى جوهر لأنه أصل وجود العالم لكن هذا الكلام لا يكفي لأن الجوهر ليس معناه الوحيد هذا بل له إشعارات بمعاني باطلة ناقصة فالشرط الثالث عدم إيهام النقص لا يتحقق وإن كان أحد معاني الجوهر العرفية مثل مثلا هذا اللباس جوهره مثلا جيد يعني قماشه مثلا تقصد أصله يعني نعم
جوهر الشيء أصله وخلاصته ولبه مثلا، يستخدم على هذه المعاني. لبه وخلاصته طبعا لا يفيد، لكن أصله نعم، الله تعالى يمكن نقول أصل العالم بمعنى أنه هو سبب وجود العالم، يعني يمكن نقول، مع أنه قد يناقش أن إطلاق الأصل على الله تعالى في خلقه للعالم، والله أعلم. يعني حتى لو صح هذا يعني لا يكفي، لأن إشعارات لفظ الجوهر لا تخلص من شائبة النقص يعني. نعم. تمام. طيب، إذن خلاصة الأصل الرابع، الله تعالى ليس متحيز بحيز، ليس جوهرا، يعني ليس جسما ولا جوهرا فردا، لأن كلاهما متحيز. ما الدليل على امتناع كون الله تعالى متمكنا بمكان؟ أنه إن كان متمكنا بمكان لكان إما متحركا أو ساكنا، وكلاهما يدل على الحدوث، فخلاص، والله تعالى قديم باق أزلي أبدي كما ثبت في أصل القدم يعني. فدليل واضح وظاهر وقوي. الأصل الخامس أنه تعالى ليس بجسم، والجسم هو المؤلف من جواهر فردة، وهي الأجزاء التي لا تتجزأ. طبعا كون الجسم حقيقة هذه الأجسام المشاهدة، كونها مركبة من الجواهر الفردة، قول جماهير المتكلمين. الآمدي رحمه الله نقل الإجماع، إجماع المتكلمين في هذا القول، في القول بالجوهر الفرد، يعني والله أعلم هذا إجماع المتقدمين، يعني المتقدمون نكاد لا نعرف أحدا لا يقول بالجوهر الفرد. فهذا يعني يلفت نظرنا إلى شيء، أنهم لما لم يقولوا بنظريات أخرى السائدة في مجتمعهم لما ورثوا علوما أخرى من الحضارات الأخرى؟ لماذا لم يقولوا بالهيولى والصورة وغير ذلك من النظريات؟ لابد من سبب. يعني أنا السبب الظاهر المشهور أن الهيولى والقدم، يعني الهيولى، القول بالهيولى يستلزم القول بالقدم عند كثير من العلماء، أو كانوا هكذا يرون، يعني القول بالهيولى والقول بالجوهر الفرد أنسب للقول بالحدوث، بحدوث العالم يعني، وبالإرادة وبإثبات الإرادة والتخصيص، لأن هذه الجواهر الفرد لابد أن تكون معدودة محدودة، وتحديد عدد هذه الأشياء يحتاج إلى التخصيص والإرادة والفاعل المختار يعني والصانع يعني. نعم. ولكن هل في نفس الأمر من يقول بالهيولى يجب عليه أن يقول بقدم العالم؟ من قال أن هذا الجسم الذي أمامنا هو مركب من الهيولى والصورة، هل يجب أن يقول بقدم العالم، بقدم الهيولى يعني مادة العالم؟ ما رأيكم؟ هذا نأخذه إن شاء الله في المطولات أكثر، لكن فكروا يعني. مثلا هناك إمام الأحناف، مثلا الإمام الدبوسي، نعم، هذا العالم يستخدم مادة وصورة في الأمد الأقصى. يمكن في المجاز، ليس في الفيزيائي يعني، مادة وصورة كلهم يستخدمون يعني كتشبيه يعني كوسيلة، كجوهر يستخدم كجوهر وعرض. ها يمكن هذا أيضا، ما لا مشاحة في إطلاق والاصطلاح. أو يمكن أن تستخدم مادة وصورة في مجازي يعني، يعني في أشياء أخرى، مثلا تقول مثلا هيئة الكلمة، مثلا الحركات والسكنات مثل الصورة في الكلمة، والمادة هي الحروف الهجائية إلى آخر، مثلا هذا التشبيه يعني، تستورد يعني تشبيها أو تمثيلا أو مصطلحا من علم إلى علم آخر يعني، لزيادة بيان وإيضاح عند المخاطب يعني. تمام. مثل الموديل يعني، تستخدم موديل هيئات يعني لبيان الأمور. لكن كلامنا في الحقائق يعني، في حقيقة هذا الجسم. المتكلمون قالوا بالجوهر الفرد، لكن المتأخرين من المتكلمين المحققون منهم، وإن بنوا كثيرا من كلامهم على إثبات الجوهر الفرد وعلى الدفاع عن الجوهر الفرد، لم يقولوا بقطعية أدلة الجوهر الفرد ولا بقطعية أدلة الهيولى والصورة،
ولا بقطعية الأدلة المبطلة لأي قول من القولين يعني. بل سوف نرى إن شاء الله في شرح العقائد النسفية الإمام التفتزاني ضعف أدلة الطرفين كليهما يعني، القول بالهيلة والصرة والقول بالجوهر الفرد. بل بعض المحشين أشار إلى أنه يرى أن التفتزاني يرى أدلة الجوهر الفرد أضعف من أدلة الهيلة والصرة يعني. نعم، هذا هو أحد كبار المحققين. نعم، على كل حال دليل الحدوث ودليل هذه المطالب العالية عند المتكلمين، أدلتها أدلة هذه المطالب لا تتوقف على القول بالجوهر الفرد كما لاحظنا. هل إلى الآن يعني أي دليل توقف، هل رأيتم دليلا يتوقف على القول بالجوهر الفرد؟ لا. نعم، لكن إن ثبت الجوهر الفرد فأمرنا أسهل أن نتخلص من كثير من ظلمات الفلاسفة كما قال السعد رحمه الله في شرح العقائد النسفية. طيب، من جواهر فرد وهي الأجزاء التي لا تتجزأ، وإبطال كونه جوهرا كما مر في الأصل الرابع يستقل به، يعني بمعنى أنه يكفي لوحده لإبطال كونه جسما، يعني إبطال كونه جوهرا يكفي لوحده لإبطال كونه جسما، يستقل به، هذا هو معنى أي بإبطال كونه جسما. يعني مهما أثبتنا الأصل الرابع فقد أثبتنا الأصل الخامس، يعني إن قلنا بأن الجسم متركب من الجواهر الفردة وإن لم نقل بها، يعني لأن هذا الدليل في الأصل الرابع يتوقف على امتناع اتصاف القديم بالحركة والسكون، صح؟ نعم. فمهما كان الموجود القديم جسما، يعني لو كان الموجود القديم جسما لكان حادثا ولكان إما متحركا أو ساكنا كما هو في الجوهر، لأن أصلا في الأصل الرابع كأن هذا الكلام من الشارح يوهم أنه بنى في الأصل الرابع، لأن أخذ لفظ الجوهر أطلق على الجوهر الفرد مع أنه ليس كذلك. في الأصل الرابع نحن أثبتنا أو أبطلنا كون الله تعالى جوهرا يعني مطلقا، سواء كان جوهرا فردا أو جسما، يعني بدون التعيين أحدهما. وفي الأصل الخامس بخصوص الجسمية أبطلنا خصوص الجسمية يعني، لكن إبطال الأعم يستلزم إبطال الأخص. يعني دليلنا في الأصل الرابع في الحقيقة يكفي يعني لإبطال الجسمية، صح؟ يعني الجسم جوهر، فإذا لم يمكن أن يكون جوهرا مطلقا لا يمكن أن يكون جسما، ولا يمكن أن يكون جوهرا فردا طبعا أيضا، لأنه أخص من مطلق الجوهر. نعم، لأنه إذا بطل كونه جوهرا مخصوصا بحيز بطل كونه جسما، لأن كل جسم فهو مختص بحيز ومركب من جوهر وجوهر، هذا هو الدليل الثاني يكون يعني مع ما في الجسمية من زيادة لوازم. يعني لو كان الجسم، إن كان الجسم مركبا من الجواهر الفردة فمن جهة أخرى أيضا يستحيل كون الله تعالى جسما غير الدليل الأول في الأصل الرابع. ما هو؟ هو التركب. التركب يستلزم الاحتياج والافتقار إلى المخصص، والقديم يستحيل أن يستند إلى مخصص، صح؟ تمام. مع ما في الجسمية من زيادة لوازم تقتضي الحدوث غير التركب، مثلا كالهيئة والمقدار، وأصلا حتى من يقول بالهيولة والصورة ألا يقول أن الجسم مركب من الهيولة والصورة؟ نعم، يعني القول بالهيولة والصورة أيضا لا يمنع امتناع كون الله تعالى جسما، تمام؟ لأن الهيولة والصورة جزءان معقولان وإن لم يكونا محسوسين بالإشارة الحسية، تمام؟ جزئين يعني حقيقة الجسم في نفس الأمر مركبة عند من يقول بالهيولة والصورة، مركبة من الهيولة والصورة كجوهرين معقولين ليس محسوسين لكن موجودين عينيين في الخارج، تمام؟ إذن القول بالهيولة والصورة أيضا القول بتركب الجسم، والله تعالى لا يمكن أن يكون متركبا، فلذلك لأن التركب يستلزم الاحتياج إلى المخصص إلى آخر. لوازم الجسمية زيادة لوازم تقتضي الحدوث كالهيئة، يعني شكلا معين
كل جسم لابد أن يكون في شكل معين، وهذا الشكل المعين من بين الأشكال الممكنة لابد أن يكون مخصصا، فالمخصص لا يمكن أن يكون قديما. والمقدار مقدار معين كما أخذنا في صورة الصورة أدلة هذه الاحتمالات. والاجتماع والافتراق، نعم، إذا كان الله تعالى حاشى جسما والعالم أيضا مركب من الأجسام، فإما أن يجتمع مع أجسام العالم وإما أن يفترق يعني. فهذا الاجتماع والافتراق من أين ينشا؟ لا يقال هو بإرادته افترق أو اجتمع يعني، وإلا هو يتصرف في ذاته يعني، هو يخصص ذاته فيكون ذاته أيضا يعني حادثا. صح يعني. على كل حال هذه اللوازم الباطلة كثيرة جدا جدا في القول بالتجسيم يعني. فإن كلا منها ينافي الوجوب الذاتية لاقتضائها الاحتياج على ما قرر في المطولات، خصوصا كتاب تأسيس التقديس أو أساس التقديس للإمام الرازي يعني يسهب في كل هذه اللوازم في أدلة إبطال التجسيم وأنواع التجسيم يعني والتشبيه. تمام، كتاب رائع يعني ومفهوم وسهل وميسر. فإن سماه أحد جسما وقال لا كالأجسام، يعني في نفي لوازم الجسمية، كبعض الكرامية. إذن بعض الكرامية كانوا يقولون الله تعالى جسم لا كالأجسام، وبعضهم لا يقولون، فإنهم قالوا هو جسم بمعنى موجود، يعني سووا بين الجسمية والموجودية، قالوا لا نعرف موجودا إلا وهو جسم، فإذن الله تعالى إن لم يكن جسما لم يكن موجودا، هكذا انتقلوا من هنا إلى هنا انتقالا باطلا كما تلاحظون منطقيا يعني. فقالوا بالتسوية بين الموجودية والجسمية يعني، عقولهم قصر عن درك موجود غير جسم، فقالوا فأطلقوا هذا القول وإن لم يقولوا بمعناه يعني، إن قالوا هكذا يعني. تمام. وآخرين منهم قالوا هو جسم بمعنى أنه قائم بنفسه، أن فسروا الجسم بالجوهر عند بعض الفلاسفة. تمام، عند بعض الفلاسفة القدماء بمعنى أنه قائم بنفسه، فأخطأوا بذلك، مع أن لفظ الجسم لا يدل على القائم بنفسه لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. صح، أين القائم بنفسه؟ فهذا معنى فلسفي جدا يعني، من أين أتيت بهذا المعنى يعني، يكون اصطلاحا من عندك يعني. صح، الجسم من التجسم من العظمة والضخمة، هذا أجسم من ذاك يعني يقال. فأخطأوا بذلك، ومن أخطأ بذلك فإنما خطأه في إطلاق الاسم لا في المعنى. نعم، كالأول أي كمن قال جوهر لا كالجواهر، فإن خطأه كذلك كما مر. هذا أعني خطأ من أطلق الأول أو الثانية ثابت بالإجماع، يعني هذا الخطأ في الإطلاق ثابت بالإجماع يقول، يعني أجمع على تحريم إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى. صح، يعني فعلا وقولا أجمعوا يعني بالإجماع من القائلين بأن الأسماء توقيفية، بأن الأسماء توقيفية، والقائلين بجواز إطلاق ما لا يهم نقصا وإن لم يرد به توقيف. يعني الإجماع هنا المجمعون هم كل المجتهدين، سواء من قال منهم بالتوقيف ومن قال منهم بالاشتقاق يعني، كلهم أجمعوا على حرمة إطلاق لفظ الجسم أو الجوهر على الله تعالى. وظاهر عبارة المتن أن محل الإجماع حصر وظاهر عبارة المتن أن محل الإجماع حصر الخطأ في إطلاق اسم الجسم أو الجوهر دون المعنى، وهو حصر إضافي. نعم، ظاهر عبارة هكذا، وهو صحيح يعني، ظاهر عبارة الشارح أنه ليس صحيحا، لكن أنا لم أرى فيه إشكال يعني، دون المعنى وهو حصر إضافي. تمام، ما في مشكلة. نعم، والأوجه لم يقول والصحيح، والأوجه ما شرحنا به العبارة من أن قوله بالإجماع خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، لما قال هذا أعني خطأ ما نطق الأول بالإجماع، فيكون محل الإجماع تخطئة من أطلق واحدا منهما. هنا هذه الثلاثة أسطر أنا لم
أفهم مقصود الشارح يعني. يعني الذي فهمته الذي أسنده النهاية أخيرا فيكون محل الإجماع تخطئة من أطلق واحدا منهما هو نفس المعنى الذي قال الظاهر عبارة المتن أن محل الإجماع حصر الخطأ في إطلاق الاسم الجوهري اسم الجسم أو الجوهري. نفس المعنى أعاد كأنه. هل فهمتم هذه الثلاثة أصور؟ يعني بشيء آخر في اعتراض للشيخ صالح يشرح؟ اقرأ حاشيته. طيب. وذلك بجعل قوله بالإجماع قيدا للحصر المستفاد من كلمة إنما، وهذا الذي يفيده الظاهر غير المقصود، بل المقصود بيان أن كون هذا الإطلاق خطأ محل إجماع لا خلاف فيه بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاشتغال، ولم نتعرض لاحتمال انصباب الحصر على قوله بالإجماع مع أن القاعدة تقتضيه، فإن القاعدة أن الحصر ينصب على الجزء الأخير في الكلام. نعم تمام. هذا ليس بمراد أن المراد الحصر في إطلاق الاسم، فلم يجعل الشارح قوله بالإجماع ممن صب عليه الحصر، بل جعله قائدا للحصر بعد انصبابه على ما قبله وهو قوله في إطلاق الاسم. تمام جميل فهمت. يعني لما قال إنما خطأه بالإجماع يعني كأنه يقول ليس بدليل آخر، مع أنه ليس المقصود الحصر هنا، تسلط وانصب على قوله بالإجماع مع أن الحصر ليس في قضية الدليل، يعني طريق التخطئة، يعني دليل التخطئة، ليس الحصر في دليل التخطئة، الحصر في أقسام الخطأ في المعنى أو في الإطلاق. يعني الخطأ ينحصر في الإطلاق ويخرج المعنى، الخطأ لا يكون في المعنى، فالخطأ منحصر في الإطلاق. ولكن لما قال إنما خطأه في إطلاق الاسم بالإجماع، يعني إن سلطنا إنما على في إطلاق الجسم، يعني إنما خطأه في إطلاق الاسم، لو قال هكذا ولم يقل كالأول بالإجماع كان مفهوما مثلا، وإنما خطأه في إطلاق الاسم يعني ليس في المعنى ما في مشكلة، لكن لما أتى بكالأول ثم قال بالإجماع يعني يمكن أن نفهم أن نسلط هذا الحصر إنما على قوله بالإجماع ليس على قوله في إطلاق الاسم، فيكون غير مقصودا هذا الكلام. نعم فالأوجه. نعم جميل. والأوجه هما شرح بقي شيء في يعني الأوجه أيضا. نعم. لأنه لو كان الحصر حقيقيا لأفاد الكلام أنه قد وقع الإجماع على أن البعض لم يخطئ في شيء إلا في هذا الإطلاق، وفساده واضح، وذلك لأن محل الإجماع هو تفتيت الإطلاق للحصر لا الحصر. صحيح، محل الإجماع لا الحصر، يعني هذا بالإجماع أن خطأ من أطلق الأول والثاني ثابت منه، لم يقل إنما هذا بالإجماع، قال هذا بالإجماع، يعني إنما خطأه في إطلاق الاسم كالأول تمام، يعني الحصر انصب على إطلاق الاسم في الجوهر والجسم. نعم ثم هذا يعني هذه التخطئة بالإجماع. نعم هكذا، يعني هذه التخطئة بالإجماع. جميل. طيب يبدأ كلام جديد. وامتناع إطلاق كل منهما ظاهر على قول القائلين بالتوقيف. صحيح، لأنهم اشترطوا إذن الشارع، فلم يرد في الشرع إطلاق هذين الاسمين. وأما على القول بالاشتقاق وهو القول بجواز إطلاق المشتق مما ثبت سمعا اتصافه بمعناه. شوف الإطلاق والاتصاف بالمعنى شيئين مختلفين. نعم. وما يشعر بالجلال ولم يهم نقصا، يعني الشرح أخذ هذه القيود هذه الشروط شرطين، يعني الشرط الأول ثبت السمع عن اتصافه بمعناه، والشرط الثاني مع بعض يعني يشعر بالجلال ولا يهم النقص. يعني وإن لم يرد به توقيف، توقيف من الوقف، يعني وقفنا الشارع على هذا يقال، وقفنا أو وقفنا كلاهما يستخدم في الحقيقة، توقيف فيه زيادة مبالغة، وقف يقف يستخدم متعديا كثيرا ويستخدم لازما أيضا، وقف وقفوه قفوه صح؟ نعم وقفوه متعديا يعني نعم. دورماك ودور دورماك يعني نعم. وقف يقف وقوفا بها صحبي علي مطيهم مثلا في متعدي في شعر ابن القيس مشهور متعدي إلى المفعول بدون حرف الجر.
طيب وإن لم يرد به توقيف فبينه المصنف بقوله فإنه أي فإن الشأن لم يوجد في السمع أي الكتاب والسنة ما يسوغ إطلاقه أي إطلاق اسم الجسم أو الجوهر ليجوز إطلاقه على قول القائلين بالاشتقاق في الأسماء وهم المعتزلة والقاضي أبو بكر من أئمة أصحابنا فامتنعت إطلاقه عندهم لفقدان هذا الشرط وقد نبه على انتفاء الشرط الثاني أيضا معه بقوله ولأن شرطه أي شرط القول بالاشتقاق في الأسماء عند القائلين به بعد السمع أي بعد اتصافه تعالى سمعا بالمعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق أن لا يوهم إطلاقه نقصا مثلا لو قلنا الجوهر بمعنى الأصل ويمكن أن يقول الله تعالى أصل العالم بمعنى سبب وجوده إلى آخر مثلا يعني فهذا الشرط الثاني لا يتحقق لأنه يوهم النقص يعني نعم وكل من شرطي الإطلاق منتف أما الأول فلأن المعنى الحقيقي لكل من الجسم والجوهر محال على الباري تعالى نعم لأن الجوهر شيء معدنه صح جوهر جوهر يقال في المعادن يعني جوهره يعني نعم محال على الباري تعالى ولم يرد سمعا اتصافه بمأخذ اشتقاق المعنى المجازي لواحد منهما هنا أنا شككت في المعنى المجازي في الجوهر معناه يعني ليس اللفظ معناه لما لم يرد في الشرع معناه المجازي مثل أصل الشيء يعني بعض استعمالات اللفظ الجوهري معناها يمكن أن نجده في الشرع مجازا يعني نعم هذا في شعر؟ طيب تفضل اقرأ أي لا معنى مجازيا لهما على حسب إطلاق من قال جسم لا كالأجسام أو جوهر لا كالجوهر حتى يرد السمع باتصافه تعالى إلى آخره لأن من شرط المجاز أن يعين المعنى المستعمل فيه وتعتبر العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي وهذا القائل أجمل ولم يعتبر العلاقة فلم يكن الإطلاق صحيحا بل خطأ وعبر الشارح بهذا التعبير لأن المقام مقام بيان انتفاء الشرط الأول وهذا التعبير به أنسب والله تعالى جميل نعم صحيح كلامه يعني بالنسبة إذا إن كان محل النزاع إطلاق هذا اللفظ يعني الله تعالى جوهرا لا كالجوهر نعم لا يوجد قرينة ولا يوجد تعيين لا يظهر المعنى لا يجوز يعني لغة لا يجوز استخدام هذا ولو كان معناه المجازي موجودا في النصوص يعني لا يجوز لكن هل يمكن أن نجد إطلاقا آخر في الجملة يعني نركب جملة أخرى وفيه قرين وفيه تعيين معنى وارد في النصوص ومن الجوهر يعني لفظ الجوهر يطلق على هذا المعنى مجازا يعني وهذا المعنى المجازي يوجد في النصوص مثلا يمكن يعني لا يبعد هذا الشيء أبدا تمام لا يبعد يعني نعم إذا كان القصد هنا تمام يعني معنى المجازي واحد ولم يرد سمعا اتصافه لأن إلى كلام الشارع يظهر أنه كلام عام ليس خاصا بإطلاق قول الماتن يعني لا كالجوهر يعني أصلا هذا من يقول من يطلق هذا اللفظ يعني هذا ليس محل البحث أظن إطلاق جوهر لا كالجواهر هل هو يعني إطلاق صحيح أو لا نعم يمكن أن نبحث لكن نبحث عن أعم من هذا يعني إطلاق لفظ الجوهر في أي جملة نعم وأما الثاني فنبه على انتفائه بقوله واسم الجسم يقتضيه أي النقص من حيث اقتضاؤه الافتقار إلى أجزائه التي يتركب منها وهو أي الافتقار أعظم مقتض للحدوث وقد اعتبر على قول الاشتقاق أيضا هنا مفهوم صح أنا يعني أمر بسرعة يعني ما في شيء صعب هنا وقد اعتبر على قول الاشتقاق أيضا أن يكون في اللفظ الذي يطلق إشعار بالإجلال والتعظيم وتحرير محل النزاع هذا هنا مهم جدا تحرير محل النزاع في مسألة التوقيف والاشتقاق وتحرير محل النزاع بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاشتقاق كما في المقاصد لتسعة تفتازاني متن المقاصد أو شرح المقاصد هو ما اتصف الباري تعالى بمعناه لابد أولا أن يكون هذا المعنى صحيحا في حق الله تعالى يعني اللفظ الذي تطلقه المعنى الأساسي الجوهري أو المعنى المقصود من إطلاق اللفظ لابد أن يكون الله تعالى متصفا به في نفس الأمر أولا يعني هذا الشرط الأول أصلا إن خالفت هذا الشرط أصلا أنت لست في محل النزاع يعني نعم ولم يرد إذن هذا هو الثاني ولم يرد إذن ولا منع به ولا منع هذا القيد أيضا مهم يعني إن منعنا الشارع من إطلاق لفظ مثل الإبن مهما قصدت من الإبن الحبيب والخليل إلى آخر بعد منع الشرع
لا يجوز أبدا، يعني لا نخوض في احتمال أنه يوهم نقص أو لا كذا، يعني ما في هذا الشروط لا نناقش فيها يعني. خلاص الله تعالى منع بل جعله سبب كفر، يعني علامة للكفر يعني بأي معنى من المعاني، ولا بمرادفه. نعم ولا بمرادفه، هذا قيد مثلا دقيق يعني، ولا بمرادفه. وكان مشعرا بالجلال من غير وهم إخلال، يعني من غير إيهام نقص. واحترز بكونه مشعرا بالجلال عن نحو الزارع والرامي، فإنه لا يجوز إطلاقه مع ورود قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طبعا هنا لم يرد في النص الزارع، لكن ورد أحد مشتقاته على سبيل المقابلة من أساليب البيان، لا على سبيل المعنى الحقيقي استعمال المفرد المستقل يعني. طبعا حتى هذا الفعل يعني لم يقول الله تعالى يزرع، يعني أنتم زارعون أم نحن أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، على سبيل المقابلة، هذا أسلوب معين لعله يختص باللغة العربية يعني. فليس هذا يعني أنه مباشرة نشتق من هذا المعنى اشتقاقا آخر نقول زارع أبدا، فإنه لا يجوز إطلاقه مع ورود قوله تعالى وقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا تقرر ذلك يعني لا نطلق على الله تعالى أنه رامي كاسم، ليس أنه أننا لا نقول مثلا الله تعالى رام لهذا مثلا، نضعه في المحمول مثلا في المسند إليه، هذا لا يقال أنه اسم. تمام، الاسم هكذا مثلا الرامي يرحمنا مثلا، رحمنا الرامي مثلا، هذا يكون اسم. لكن لما تقول من رام لهذا الحجر مثلا، لحجر الذي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، الله رام مثلا، مثل هذا يقال يعني، لما لا يقال؟ هذا ليس اسما، هذا أيضا خارج محل النزاع. هنا لم يحرم من هذه الجهة اللفظ الذي تطلقه، هل تطلقه على سبيل الإسمية أو على سبيل الوصفية، فهذا أيضا في تدقيق آخر يعني. تمام طيب، ولكن الله رمى. إذا تقرر ذلك وأنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم، فمن أطلقه فهو عاص بذلك، بذلك الإطلاق، بل قد كفره بعضهم، يعني ركن الإسلام في فتواه في من أطلق على الله تعالى اسم السبب والعلة إلى آخر كلامه. عندنا سقط في على الله، يعني في من أطلق تعالى، هكذا مكتوب، في من أطلق على الله تعالى، صح موجود هذا في نسختكم، موجود في من أطلق على الله تعالى، عليه تعالى عندكم؟ تمام عليه تعالى، عندنا عليه لا يوجد عندي في نسختي يعني. تمام طيب، اسم السبب والعلة إلى آخر كلامه، يعني هو ظاهر كلامه أنه كفر أيضا، يمكن اسم السبب والعلة، نحن نطلق اسم السبب. ماذا يقول؟ ذلك لإشعار بعدم الاختيار وهو نقص. نعم صحيح، يشعر نوعا ما يعني السبب، لكن هذا الإشعار يختلف من مكان، من مجلس، من لغة التخاطب إلى لغة تخاطب أخرى يعني. فمثلا بين طلاب أهل السنة المتكلمين وبين المتكلمين في مجلس الكلام لا يفهم، لأنه يكثر إطلاق السبب على السبب المختار والسبب الغير المختار، ففي عرف المتكلمين لا يوهم هذا النقص يعني، هو مطلق عن الاختيار وعدم الاختيار يعني. لكن مع ذلك يعني عدم إطلاقه طبعا أحسن يعني، خروجا عن الخلاف، لكن نحن نضطر أحيانا في البيان في علم الكلام أن نستخدم لفظ السبب على الله تعالى، أو في كلامنا مع المخالفين، لأنه لا يبقى كلمة أخرى، ماذا نقول لهم يعني؟ هذا خالق العالم، يقول أنا لا أقبل أن هذا خالق العالم، أنت تعتقد خالقا للعالم فتطلق هذا الكلمة يقول لك يعني، فماذا تقول أمام الملحد يعني أو يعني الفيلسوف؟ صح، تقول هل هذا الموجود له سبب أو لا يعني، هكذا تتكلم، ثم تقول هذا السبب وهذا العالم، سبب وجود هذا العالم هو الله تعالى، صح، هذا هو حمل ليس اسم، ليس إطلاق هذا اللفظ السبب كاسم،
من أسماء الله تعالى، كما أقول السبب يرحمنا مثلا، يعني سبب العالم، لا أحد يقول هذا الكلام أصلا، صحيح؟ فهمتم؟ يعني التدقيق السابق يفيدنا في تسويغ موقفنا من إطلاق لفظ السبب على الله تعالى، ليس كاسم، كوصف يعني، تمام؟ كوصف معناه مضبوط معقول صحيح يعني، تمام؟ لكن العلة لا. نعم. وعلة المرض يطلق على المرض أولا، ثانيا يطلق على الموجب بالذات، وهو اعتقاد باطل كفري يعني عند الفلاسفة، فكيف نقول به يعني نطلق هذا اللفظ؟ وهو أي التكفير لمن أطلقه أظهر، هذا رأي الإمام ابن الهمام، فهو يختار التكفير أيضا، هو أظهر يقول. نعم. من يطلق على الله تعالى لفظ الجسم، طبعا هذا إطلاق لفظ الجسم مستقلا لا بقيد لا كالأجسام، قد يختلف الفقهاء في تكفير لا كالأجسام، لكن قد مثلا يعني يمكن أن نتصور عالما يكفر من يقول على الله تعالى، يطلق على الله تعالى الجسم، لفظ الجسم مثلا، يقول جسم مثلا، ولكن لا يكفر من يقول هو جسم لا كالأجسام، يعني محلهما مختلف يعني، لأن لا كالأجسام أخف يعني. نعم. يقول البرجوي نعم. في طريقة المحمدية يكفر المجسم. من قال هو جسم لا كالأجسام فهو مبتدع. مبتدع، جميل، لا نكفره. نعم. تمام، هذا محل الفقه طبعا يعني في كتب الفتاوى والفقهاء. نعم. طيب، أظهر من عدم التكفير له، فإن إطلاقه إياه حال كونه مختارا يعني مكتسب، صح، كسب لإطلاقه غير مكره عليه بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف، يعني دليل وجه أظهرية التكفير يعني استخفاف بجناب الربوبية، والاستخفاف به كفر وفاقا، لازم القريب، كأنه يعني قال يعني من قال بالجسمية، من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى وهو مختار، فبعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص يستخف بالله تعالى، فالاستخفاف كفر. ولما ثبت انتفاء الجسمية بالمعنى المذكور ثبت انتفاء لوازمها، وهي الاتصاف بالكيفيات المحسوسة بالحس الظاهر أو الباطن من اللون والرائحة والصورة والعوارض النفسانية من اللذة والألم والفرح والغم ونحوها، يعني كل اللوازم. لكن هل ثبوت الملزوم، هل انتفاء الملزوم يستلزم انتفاء اللازم؟ لا. لماذا قال هكذا؟ هل يعني تعلمتم هذه القواعد في المنطق يعني لأجل المنطق يعني لأجل أن لا تستخدموا يعني في كتب علم الكلام يعني؟ فلذلك قال نكمل، فليس سبحانه بذي لون ولا رائحة ولا صورة ولا شكل ولا متناه ولا حال في شيء ولا محل له ولا متحد بشيء ولا يعرض له لذة عقلية كما قال به الفلاسفة تعالى الله عن قولهم، لذة عقلية ولا حسية ولا ألم كذلك ولا فرح ولا غم ولا غضب ولا شيء مما يعرض للأجسام، لأنه لا يعقل من هذه الأمور إلا ما يخص الأجسام. هنا شوي الجواب موجود، ما يخص الأجسام يعني هذه الأمور لا تختص إلا بالجسم، يعني تختص بالجسم، هذه اللوازم خاصة يعني ليس مطلق اللوازم هذه، يعني هذه اللوازم نتأكد منها بخصوص المادة أنها لوازم متساوية للجسم، يعني التلازم من كلا الجهتين، يعني التلازم بين الملزوم واللازم هنا من كلا الطرفين، مثل طلوع الشمس ووجود النهار، كلما طلعت الشمس وجد النهار، صح؟ وكلما وجد النهار طلعت الشمس. لكن هل هذا يعني أن بين كل لازم وملزوم تلازم من كلا الجهتين؟ لا، يعني خصوص المادة هنا، هنا أيضا خصوص المادة، لما نعقل هذه المعاني ونعقل معنى الجسم نرى التلازم من كلا الجهتين، يعني لا شيء من ذي شكل بغير جسم ولا شيء من جسم بغير ذي شكل، يعني مثلا يعني تمام، يعني كل جسم لابد أن يكون له شكل، وكل صاحب شكل لابد أن يكون جسما أيضا، فهمتم مثلا؟
من معنى الشكل ومعنى الجسم نحن ندرك التلازم. فلذلك قال الشارح وانتفاء الملزوم يستلزم انتفاء لازمه المساوي. هذا القيد المساوي يصحح هذه القاعدة، وإلا انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم، لكن يستلزم انتفاء لازمه المساوي، يعني مساوي في الصدق في نفس الأمر. لم تقرأوا هذا الموضع يعني؟ نسيت يعني. لازمه المساوي يعني، فكل قيد معتبر من قبل العلماء الشروح المتأخرين خصوصا يعني. هذا كتاب دقيق يعني هذا الشرح. والله شكله لا، لأن اللذة العقلية تعرض إن على فرض إمكان المجردات، قد تعرض للمجردات، يمكن يعني يمكن أتصور للمجردات يعني نتصور موجودا يتلذذ عقلا، وهذا الموجود موجود مجرد معقول يعني ممكن لكن وحادث يعني، فأثبتنا اللذة العقلية لموجود غير متمكن بمكان غير الجسم يعني، أثبتنا لذة عقلية لموجود غير الجسم، لم يكن بينهما التساوي في التلازم يعني. نعم صحيح، هذا يمكن أن يأتي اعتراضا يعني على قوله، لكن أصلا يعني ثبوت المجردات يعني شيء وراءه يعني بحث، وثم اللذة العقلية يعني على كل حال، لكن هذه اللذة العقلية لذة العقلية بأي معنى تفسره يختلف يعني، إن فسرته بمعنى لا يهم نقصا يكون الخلاف في إطلاق اللفظ يعني. نحن لما نعترض على الفلاسفة في بعض المعاني مثل إطلاق اللفظة اللذة العقلية، يقول المبدأ الأول يتلذذ بذاته إلى آخر، نعم العاشق والمعشوق، كلها طبعا عصيان لله تعالى يعني، بدعة وحرام إطلاقة الفلاسفة يعني هذه الألفاظ على الله تعالى، لا يجوز يعني، نحن نبدعهم ونؤثمهم على هذه الإطلاقات، وإن صح المعنى إن فسروا لنا المعنى جيدا، بعضهم لا يصح أصلا يعني، العاشق والمعشوق لما يفسرون لا يصح بعض المعاني يعني. نعم. العاقل والمعقول، شو هذا الكلام التافه يعني، معقول نعم، العاقل والعاقل والمعقول ولأن هذه الأمور تابعة للمزاج المستلزم للتركيب. مزاج هو بنية للأجسام يعني، الأجسام البسيطة لما تتركب تشكل أجساما مركبة يقال مزاج يعني، مثلا من على طريقة طبعا الفيزياء القديم يعني، نفكر مثلا الماء والهواء والماء والنار بامتزاجهما يعني يتشكل الجسم المركب، يكون صاحب مزاج يعني بحسب نسبة مقدار العناصر الموجودة في المركب يحصل مزاج، ويترتب على هذا المزاج آثار مختلفة. المستلزم للتركيب المنافي للوجوب الذاتي، ولأن البعض منها تغيرات يعني، بعض من هذه الأوصاف يعني تغيرات وانفعالات، وهي على الباري تعالى محال، مثل الفرح والغم صح بالمعنى الحقيقي، هذه الأشياء لا تجوز على الله تعالى. فما ورد في الكتاب والسنة من ذكر الرضاء والغضب والفرح ونحوها يجب التنزيه عن ظاهره على وفق ما سيأتي في الأصل الثامن. سنتكلم إن شاء الله حين ذاك على إطلاق لفظ الرضا ومعنى الرضا في حق الله تعالى، والغضب والفرح إلى آخر. نقف هنا إن شاء الله. هل عندكم سؤال أو عبارة أو استشكال أو إضافة؟ طيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا كثيرا.